نعود إلى الدكتور مصطفى حسين والشاعر جمال كرباش يكتب. كلامه مختار. النبي مختار. من قبل كلامنا عن الإعلام وقبل أي شيء أشكر أستاذي على التقويم. لولا التقويم ما كنا نعرف طريقنا. التقويم هو إصلاح الشيء أو إصلاح أوجابه. وأنا أشكر دائما عملية صوت يا جماعة طيب أنا كنت بس أولا أعقب على كلمة أستاذي ودكتوري وأشكر التقويم مواليدا فدايما دايما عملية التقويم هي ثلث من مسالك العلم ومعنى كلمة التقويم هو إصلاح شيء أو إصلاح إعوجاجي أما استكمالا لإعلام في حد كان يتكلم وصلنا الدكتور يتكلم على الإعلام مش كانت الإعلام اللي بيتوجه ليها لا في حاجة اسمها المتلقي إيه هو المتلقي؟ إحنا إذا كان الإعلام مش هيراعي الفلسفة الخاصة بمصر أو الطابع العام أو العادات والتقاليد فإحنا لازم نكون نرجع زي أيام زمان زي ما قلنا أيام زمان كان في الماضي نصيحة كان في كلمة العيب كان في حاجة اسمها العواقب المجتمعية المجتمع يعاقب ينهر الشيء فإحنا علينا دور أقوى من دور الإعلام إيه هو؟ الإعلام المتلقي المتلقي والإعلام إحنا اتفقنا إنه في حاجة اسمها إعلام وحش الإعلام بيستخدم استخدام إيجابي أو استخدام سلبي أنتوا المثقفين عليكم دور كبير جدا زي ما أي حد بيستخدم السوشيال ميديا وبيطلع بدون أي مرجع أو أي كلام ده منين أنتوا عليكم دور كبير جدا في ثقافتكم في وعيكم نشر الوعي والثقافة يا جماعة في مبدأ يبقى الكريم تماما ثم الواحد يخرج على السياق هيفضل تاني فأول ما يلاقي السياق ده يشيل في الفسوة والغريزة أو ده أنا كنت أقصد بيه الأستاذ الدكتور ليس بعدا عن الدين الدين علم كعلم وأخلاقيات ومعظم الأخلاقيات نقصدنا جدا في القرآن الكريم أكثر من الأوامر والعبادات فالغرائز والفطرة لما الإنسان يلاقي بقى الحاجة المبدأ والثقافة والحاجة كلها موجودة شيء يلامس الوجدان يعني أنا شفت وأنا قاعد هنا الابتسامة في شفت حد يبكي يبكي لامس الوجدان الفرحة رغم كل الظروف رغم كل المشاكل بس أنت نسيته وأنتوا عاملين ابتسامة وجمال وفي شيء يعني جو بيديكم فإذا لما نيجي الإعلام يلامس الفطرة ويلامس الغرائز الموجودة اللي خلقها فينا ربنا سبحانه وتعالى يجد إيه؟ يجد الراحة النفسية يجد السعادة فعلى المتلقي أن ينتقي ما يشاهده أن ينتقي ما يسمع إليه ومن هنا يبتدي كل الإعلام ذات نفسه ياخد الفترة دي الناس هتدور الجماهير أو اللي بيعمل بقى سوشيال ميديا هيدور الجماهير عايزة إيه فعشان كده لازم كلنا من ضمن التحديات الأخرى التربية والأخلاق وشفنا أكثر من شاعر بيتكلم على الأخلاقيات هو من ضمن التحديات إحنا نفرض الكرم نسمع إيه ونشوف ايه وايه الصح وايه الخطا ده جانب من جوانب الاعلام والاعلام الايجابي هو دوركم دور الفرد وليس دور المؤسسات الدوله تتكون من مؤسسات ومؤسسات حكوميه وغير حكوميه وافراد دور الشعب اللي هي كتله كبيره اذا كان عدد المثقفين ليس نفس اعداد العامه يعني كتير جدا ولكن تاثيرهم يكون اكثر على العامه فده اكون جدا واشكر طبعا حسين